من الإخوان المتابعي الأوفية، غادي نمشي لكم إن شاء الله الرحمن الرحيم من عند شركة الخلطي أجري اللي صورت لكم فيديو ديالها. هي متخصصة في السياجات وكتصاوب داكشي ديال كتصاوب التسييج وداك الأعمدة ديال السياج. لنا عودة إليها إن شاء الله الرحمن الرحيم. كنمشيو من هنايا نيشان 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 حتى غادي ندخلو لهنايا مولاي بوسلام، غنشوفو البحر، غنشوفو هاد البو هاد البحيرة. شتو قداش هنايا هاد البحيرة؟ المرجة الزرقاء، سميتها المرجة الزرقاء، هاهي شتوها؟ المرجة، المرجة الزرقاء. ومن هذيك المرجة الزرقاء إن شاء الله الرحمن الرحيم، غنمشيو نضربو لكم شي دويرة هنايا، ومن تما كاينة نعاود نخرجوا باش نمشيو لكم العريش. اذا النقطه الثانيه العريش، وخليكم معايا. متابعي الاوفياء، مرحبا بكم في مدينه مولاي بوسلام. هذا هو المدخل ديالها. مجرد ما كتدخل لمدينه مولاي بوسلام، هنايا على الضفه اليسرى كتلقى واحد الضايه، ضايه كبيره كاين فيها واحد الميناء ديال القوارب ديال الصيد البحري، ميناء صغيور فيه شي فليك. ندوزو نشوفوه دابا ياك سمعتوني. وهذا هو المدخل ديال المدينه. واخا ليكم معايا نمشيو نشوفوا هذاك المرسى كيفاش دايره. وصلت بكم اخوتي لهاد النقطة، واحد المنطقة فيها واحد الميناء ديال القوارب ديال التقليدية، صيد صيد الأسماك، وكاين فيهم قوارب متخصصة الرحالات، كيديو الناس يتساراو بهم في هاد البحيرة، وكاينة واحد الجزيرة لهاد الجي كيديو ليها الناس، وكاينين هنا قوارب هما شتوهم. وهنايا الدخلة ديال الشاطئ، منطقة جميلة جميلة. محروسة ترانسميسيون ديال الدرك الملكي، وتحية ل 177 والدرك الملكي في خدمتكم. الحوشة هو طبيعي ناتشورال ديال هاد البحيرة. واخا لكم معايا ندخل لكم دابا للمدينه. من بعد ما صورت لكم من التحت انا طلعت للفوق باش تشوفوا الضايه. تيقول لي المرجه، المرجه الزرقاء، هذه هي المرجه الزرقاء. شو كي دايره ها الفليكيه فينا هما شتوهم. ملي جا يهود لهنايا صافي وراه كيدخلوا يتساراو هنايا. ما شحال من بطار فيها تبارك الله ما شاء الله. قداش شو هادي غتكون فيها الحوش، غيكون فيها النون، غيكون فيها الشرغو، غيكون فيها البوري بزاف الدرعي، يكون فيها الحوش كتير، داك الحوت اللي كيبيض في الواد. واخا ليكم معايا. انا عاوتاني دبرت لكم على هذا المنظر مولاي بوسلام، منظر طبيعي. شو في الفلايك وفي هاد البحيره قداش هنايا ما شحال فيها من قطار. المرجه الزرقاء كيقولوا ليها، والفليكيه كنت ليه لتحت. شو كنت ليه هاد البلاصه كنت هنا يا خوتي. هنا كاين المرصى كيبيعوا فيه الحوت، واللي كاينين جدارميه ردي البال. شو تبارك الله ما شاء الله. تنساوش ديروا جيم، بارطاجيو. واخا ليكم معايا نطلع لكم من الفوق. هذه هي الدخلة ديال البحر. كاين هنا واحد الجامع جميل.
وكاين هنايا صاحب الشوايه والماكله حوينتات كيوسكات شوم. وهنايا هذه الدخله ديالهم. وخليكم معايا نكتشفوا جميع هذه المدينه مولاي بوسلام. صافي وصلت للفيراج، كاينين القهيوات كيطلعوا الكورنيش زوينين. كاين فندق مقاهي وكاين هاد الهبطه، انا بقولكم مع هاد الهبطه شوفوا شنو كاين فيها ومن بعد نطلعوا. وخليكم معايا. هذا هو المدخل ديال مولاي بوسلام. دخلت درت لكم دويره شفتوا شنو كاين فيه، غير دخله وحده هي هذه وخرجه وحده هي هذه، هادشي اللي بان لي انايا. وريتكم البحيره ووريتكم داكشي اللي كاين فيه. مدينه زويونه هادئه كونفيونس، فيها الناس ديالها ناس ديالها طبيعيين وهادئين، شي اللي بان ليا. هذه هي الخرجه، اذا اتجاه مدينه العرائش، خرجه ممتعه. خرجت اخوتي من مولاي بوسلام، هذه هي الخرجه ديالته، وهذه هي الطريق ديال العريش. العريش غنمشيو للعريش تاني نشوفوها كيفاش دايره، ونشوفوا كيفاش دايره هاد الليسه. هنايا الناس مخيمين في الغابه، شوف دابا راه كل واحد وفين ما عنده الهيت ديالو. كاين اللي عز بحال هكا بكري كانت اكادير بحال كوديره، كانوا الناس كيخيموا في اكادير بحال هكا، لاكوت كانت دايره بحال هكا. صافي من بعد صيفطوهم لتغازوت، من بعد عاود تحيدوهم من تغازوت. ايوا هادي راه كل شغل كل بلاصه راه عندها العشاق ديالها، راه مولاي بوسلام عنده العشاق ديالو. هي مدينه زوينه هادئه، بنت لي هادئه، كاين فين تكريو شي مشكل. الحوت الحوت نوصيكم على الحوت، الا جيتو عندهم الحوت الطري وعندهم الحوت ديال النهار ديال لو ميم جور، وعندهم الحوت ديال ديك الضايا فريش مازال ما دخلش للبحر. يعني الحوت اللي عندهم هنايا واكل الخز واكل العشوب واكل الجدران واكل الحوت ديال غير هو راه يكون مسوس شويه الملحه وصافي. سمعتوني اخوتي، مولاي بوسلام البحر ديالها نقي، ومدينه بحال قلتي شعبيه، خضره رخيصه، كل شيء رخيص تبارك الله ما شاء الله. القهوات زويونين، الناس مأدبين مأدبين. اذا هذه هي فكرة على مولاي بوسلام اللي خديتها انايا. غادا نضطر ناخذو طريق هادي عاوتاني القراوية، وغنمشيو لكم الى العرائش. خليكم معايا وبتاش ديرو جيم بارطاجيو مع خوتكم مع بابكم وصحابكم، شكرا بزاف. هاد الطريق كتدي ان شاء الله وبحول الله لمدينة العرائش. جيت لكم من هاد الطريق، هي في الحقيقة خاصنا بلايك، خاصنا واحد البلاكة تكون فيها مولاي بوسلام، وخاص واحد البلاكه تكون فيها انايا مولاي بوسلام، وخاص واحد البلاكه تكون فيها انايا مولاي بوسلام، وخاص واحد البلاكه تكون فيها انا 60 انتباه خروج داخل الطريق كبيره وصغيره شو، وخاص واحد الطريق ملي انتباه طريق كبيره في الصغيره فهمتوني، وخاص واحد بزاف ديال الخص، خاص الخص نبقى نقول لكم خاص 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 تنوض لكم الخص. هاد الطريقه خوتي مشيت معاها شنو نقول لكم، جميله ورائعه هادئه واحد، واللي طار الانتباه ديالي هما الحقول ديال لافوكا. لافوكا 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 لافوكا، مرحبا الحاج، مرحبا مرحبا، الله يستر امرك. لافوكا على الجهد، كاين من هنايا لافوكا بدات من الراس ملي هما جايين لافوكا 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 ياك. ولا كملتي من هنايا هادو صحاب الدليع كيقول لهم مرحبا مرحبا
هنا يا خوتي شفتوهم، هنايا عندنا واحد البحيره راه صورتها لكم. والجميل في الامر هو ان هذه منطقه هادئه شعبيه زوينه، فيها الحوت مزيان كما قلت لكم، تستحق الزياره. جيو اكتشفوا هذا مولاي بو سلهام، ما غاديش تندموا. هنا لي بيبينير، كاين واحد المجموعه ديال الحوايج كنت غادي نطلع لكم اخوتي الدرون، ولكن كاينه رياح قويه مره اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم نطلع لكم الدرون هنايا في هذه المنطقه. جيت المرسى وداك الشيء. مرحبا الله يسر امرك. اذا اخواني اخواتي خليتكم على خير، وما كان غير الله الوطن الملك، وانا مشيت.